احنا فاميلي بيزنس، انا الجيل الثالث في العائله. احنا المنتج المصري الوحيد اللي بينافس اي منتج اجنبي، موجودين عند اكبر الوكلاء للادوات الصحيه والسيراميك على جمهوريه مصر العربيه كلها. احنا المنافس الاول لاي منتج اجنبي، بندي ضمان مدى الحياه على جسم الخلاط، 80% تصنيع محلي، 20% مستورد، وبنحاول نخليها 100%. فالحمد لله يعني بتشجيع سيادة الرئيس لينا ودعمه للصناعات لكل الناس اللي بتصنع، ده اللي بيخلينا دايما نتقدم لقدام، نخلينا نعمل ابتكارات جديدة وكل الحاجات دي. انت دلوقتي فرصة كبيرة جدا في ظل الظروف اللي بتحصل في العالم كلها، انت بتبني البلد وبتشجع الصناعة، بتدعم المصنعين، بتدي دعم للمصدرين، فكل ده طبعا بيدي احساس وانطباع للعالم كله قد ايه مصر طالعة وبتنهض، يعني قدامها مستقبل كبير قوي ان شاء الله. احنا ان شاء الله عندنا امل كبير قوي ان المؤتمر دوت وتوطين الصناعه دي يجيب لنا ناس من بره يكونوا عايزين يصنعوا في مصر، ويفتح لنا اسواق بره خارجيه اكتر واكتر ان شاء الله. طبعا سمعنا عن مبادره ابدا وبالفعل اشتركنا فيها، وان شاء الله هنبقى من يعني من المجموعه الثانيه اللي هتفتح نعمل بروجكتس مع الدوله في مصنع نصنع فيها اجزاء معينه من مدخلات الانتاج ان شاء الله. الطموح اللي احنا نصدر لكل دول العالم يبقى مصر هي الهب الرئيسي لصناعه الادوات الصحيه، يعني زي ما هي بالظبط هب للسيراميك وللرخام والبقيه الصناعات، عايزينها تبقى هب للصناعات المعدنيه والنحاس وكل الكلام ده.